خويا هي راه فتره صعيبه، وكما كيعرف جميع اللاعبين ديال المغرب راه في ديورهم، كاين اللي كيتريني في الدار، كاين اللي في الكراج، كل واحد شوف فين كيتريني. وان شاء الله نطلبوا من الله يحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله، وترجع البطوله كما كانت. توحشنا توحشنا الملاعب والجمهور، خصوصا الجمهور الودادي توحشنا. ما تزاديتيش البوا بعدا ايمن؟ لا لا، كل نهار كنتعبروا اخويا، وكل نهار كنترينيو، هادشي علاش اخويا. واش القضيه ايمن ديال زعما ديال حيت اول مره ربما فتره ديال شهر واكثر اللي ما غيكونش فيها داك التدريب الجماعيه كما كنقولوا، تدربوا مجموعين اول مره، واش كيف ما قلتي دابا مزيان هاد المعلومه ديال كتعبروا كل نهار، واش ما اثرات شويه على كما قلنا الوزن، او مثلا المدرب ولا مثلا البريباراتور الفيزيكي عيط لكم كيضبط هاد الامور هذه؟ راه ضروري اخويا تاثر على كل شيء اخويا. ضروري المدير عاد دايرين جروب في واتساب، المدرب كيصيفط لينا المهم لي زونطريمون كيفاش يدوزوا اليوم، امتى عندك غوبو وصافي، وكنتبعوا التعليمات ديال المدرب وكتريني. مره كدير انت وصاحبك تجمع انت وياه، مره بوحدك على حسب الظروف كي دايره وصافي. على ما يفرج الله ان شاء الله يا ربي. هذاك الشيء اللي كاين ايمن، حيت الهدف من هاد الفقره هو اننا كنتكلموا مع الضيوف باش كل واحد كيعاود لنا تقريبا ماشي الحكايه ديالو بشكل عام، وانما البدايات اللي اغلبيه كتكون صعيبه. البدايات ديالك ايمن بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بانك من اللاعبين العاوتاني القلال بزاف اللي الوالد ديالو لعب، والوالد ديالك اللي كنوجه له التحيه من هذا المنبر، اللي كان احد اللاعبين يعني اللي خلاو البصمه ديالو في كره القدم الوطنيه. كيفاش كانت البدايات ايمن؟ واخويا انا البدايات ديالي كان في عمري 5 سنين، المهم من نهار حليت عيني وانا في الوداد. خرجت عندي 5 سنين، دخلت ليكول ديال الوداد، بديت من ليكول مينيم كادي جونيور حتى ليكيب بريمير، وجونيور كانوا عيطوا لي ليكيب ناسيونال. كنت دخلت مع الادريسي، اول مره ندخل المنتخب مع الادريسي، وجا السي حسن بن عبيشه كنشكروه حتى هو، هو اللي وقف معنا، وقف مع جميع اللعابه اللي كانوا في قدي. الحمد لله طلعت لاسبوار، كان عيط لي اول مره، ومن تما كنا مع الدراري في المنتخب حتى المنتخب الاولمبي، وكان عيط لي جمال السلامي حتى هو كنشكرو، المنتخب المحلي صافي. هادشي اللي كاين. المهم البدايه ديالي كانت في الوداد، مشيت الاعاره انت 6 شهور ورجعت 6 شهور. انت ايمن من اللعابه اللي حتى هما لعبوا في المنتخبات الوطنيه، لعبوا هما صغار كيف ما كنقول. هاد فاش كتلعب في المنتخبات الوطنيه وانت صغير، شنو كتضيف للعاب مثلا، شنو كتضيف ليه في الكارير ديالو؟ واخويا كتضيف بزاف ديال الحوايج اخويا، كتولي عندك تجربه، كتشوف لافريك بعد حنا راه كنلعبوا، راك عارف تشامبيونز ليغ ديما خارج، كتشوف لافريك كي دايره من صغرك وانت مولف على داك الشيء. والحمد لله دينا بزاف الالقاب مع السي حسن بن عبيشه. افضل ذكرى ليك انت مع المنتخب هي في اندونيسيا دينا لا فينال ديك العالم الاسلامي التضامن الاسلامي. كنا 1-1 ودخلت شي دقيقه 70 وماركيت لهم بيت ثاني، ربحنا صافي وجينا دينا لا كوب وجينا. انت ايمن تنسى من اللعابه اللي قلال اللي يعني كيحسنوا انهم يلعبوا في بزاف ديال المراكز في الاتاك، مرات تسعود مرات على حسب ما، وتحياتي للخويا بايلا على الكلمه ديال 9.5، مرات 9.5 لان قليل اللي عرفوا ديال 9.5، مرات 7، مره بعد مره 11، مره 10. فين كتلقى راسك انت كثر ايمن؟ وانا كنلقى راحتي 10، ولكن فين ما كان تقضي، قال لك المدرب لعب هنا راه غادي تلعب تماك، ما تقدرش تقول لي شي حاجه، خصك تكون فهمتي تقدر تلعب في كاع لي بوست. المهم انا كنبغي نلعب 10، كنرتاح مزيان تماك. شكون الملهم ديالك كما كنقولوا حنا، اللاعب اللي اللي كتاخذ منه ولا كتبغي دير بحاله ولا كيشبه ليك ولا شي حاجه بحال هكا، شكون هو؟ كاين شنو نقول لك، كاين حسوني الوالد الاب بطبيعه الحال، هذاك ما فيش نقاش ياك. الله يحفظك. واش نقول لك اخويا، كان ريكيلمي
هو اخويا كان كيسطيني، هذاك اللي كان حلم نكون بحاله ان شاء الله. كنت سالي بكري. انت زالك بوكا دابا؟ ها انت يا دابا بوكاوي، زالك بوكا. بوكاوي عزيز علي البوكا. نعم بوكاوي الويدا. ايمن الريفر انا هو الفريق الوحيد اللي عندي الحق نقوله هو الريفر. ايمن كنعرفوا انك عندك واحد العلاقه وطيده وجميله جدا بوليد كرتي. حتى وليد الكرتي حتى في على ارضيه الميدان، حتى في العلاقه الشخصيه. شنو كنت تعود لنا على وليد او العلاقه ديالك مع وليد؟ وليد تعرفت عليه في منتخب، كنا جونيور في منتخب. من تما تعرفت عليه، السيد طيب مخلق ولد الناس ظريف صافي. تعرفت عليه في الجونيور، من تما بقينا حتى ولا نسيبي مزيان. هذا هو ربما كاين اللي عارف ان كاين علاقه عائليه انت ووليد، كاين اللي قليل عارفاش. وحنا اللي كنعرفوا على وليد انه حشومي بزاف، انه ما كيبغيش يدوي بزاف، وحشومي وما يهش الراس والو، وهو اكبر مني وحشم مني. ايوا كنشوفو حتى في بعض الفيديوهات ولا بعض اللقطات في وسائل التواصل الاجتماعي، لا حسابك لا حساب وليد، انك تدربوا بجوج، كتدربوا بجوج بزاف. ديما كنتدربوا بجوج. واخا انا غنرجع معاك، ما نانيش بدنا وليد، غنرجعوا للحدث الابرز اللي كان في نفس الوقت العام اللي فات، هو الماتش ديال الترجي ديال الروتور. انه كان ماتش يبقى تاريخي، لانه بدل بزاف ديال الحوايج، من ان حتى الفينال راك شفتي دابا ولا ماتش واحد مابقاش بعد الروتور. شنو طرا في داك الماتش بالضبط ايمن اللي خلاكم تحسوا بالمراره ديال تشفر لكم اللقب، او على الاقل تظلمتوا خويا؟ كنا مشينا الرادس بعد قبل ما كتلعب ماتش، كتريني في التيران اللي تلعب فيه. مشى سبقنا نوصير. قال لنا كانت عندهم كونفيرونس، قال لنا راه قال لي فهمتي، قالوا ليه كل شيء، راه كاين الفار كاين كل شيء، ومعاه السي مرباح حتى هو الله يجازيه بخير. معاه مرباح كيقرا وكيقول فهمتي، كيقول لي شنو كاين. دخلنا للتيران على اساس كاين الفار. المهم حتى شي لقطه ما جاتش باش تمشي تطلب لاربيت يرجع الفار ولا شي حاجه. المهم لاعبين حنا لاعبين ماركه وليد البيت، مشينا حنا عند الاربيت كنطلبوه يرجع غير للفار. قال لينا شكون اللي قال لكم راه البيت؟ شكون اللي قال لكم مركز لكم بعدا انه البيت راه فالاب، راه البيت كاين، باش اصريتوا على انكم طالبوا بالحق ديالكم؟ مناف كان معنا مناف، قلنا راه بيت. قلنا راه بيت، راه شفناه راه بيت. صافي حنا مشينا عند الاربيت قلنا له شوف سير رجع للفار، قلت لينا بيت غادي نكملوا، قلتي ماشي بيت ما نكملوا نكمل. المهم قرار ترجع لك انت. هو قال لنا لا ما نمشيش للفار، الفار ما خدامش. وكيفاش ما خدامش؟ وانتم كتقول لنا خدام، وحنا ملي كنا هنا لعبنا في الرباط عرفتي شحال من كاميرا مورا البوطو، حتى البوطو بحال متلي شي فيلم، والهي كاينه تلفيزه وحده. هو اسمح لي قطعتك، والخاطر كيف ما قلتي بان الى فعلا ما خدامش من الاول، فعلاش هذاك الوهم ديال ديك التلفازه ولا ديك الشاشه محطوطه في النص ديال التيران الى فعلا ما خدامش؟ هذا هو اللي بقى فيكم انتم اكثر. كاميرا محطوطه التلفازه ودايرين فيها الماتش، هو راه ماشي فار. ومين يمشى الناهير يهز ليهم زعما راه خاسرهم، ما بداو يشيروا عليه بالحجار وبالقراعي. ايوا هادشي اللي كاين، ايوا هادشي اللي كاين. طبعا الحال كانت حصره، وكانت انا عارف انه الماتش لحد الان لحد هذه الساعه باقي، انه في شهر 5 غيكون عاوتاني واحد الجلسه في الطاس بخصوص هذا الماتش، لانه فعلا اثر واحد الجدل كبير بزاف. انت راه عزيز عليك البوكا، راك شفتي العام اللي فات ولا العام اللي فات البوكا واللي فات، فعلا طرا مشكل، تحل دغيا تلعب الفينال في ملعب محايد في قاره اخرى وتحل المشكل. غنرجع معك لذاك البيت بالضبط ايمن، انت كنتي قريب البيت ديال الوالد، كنتي قريب لحد الوالد. اللحظه اللي غيتمارك فيها البيت، اولا اللحظه اللي قبل بعدا من البيت، انا في الفيسيير، لان شفنا في الفيسيير دوزيام ميطون دخلت واحد الوداد اخرى، تبدل السيل زعما اكثر كيف ما كنقولوا، واخا الجمهور ديالهم حنا كنعرفوا الجمهور ديالهم مزيان، يعني جمهور اللي كيضغط، وفي نفس الوقت ابار استفزازات وما الى ذلك اللي كنتكلموا عليه ديما، كنتوا واحد الضغط كبير درتوه في ذاك الوقت. شنو تقال في الفيسيير في ذاك الوقيته؟
قبل من البيت يعني شنو دير في الفيسير باش خلاكم تدخلوا بديك الطاقه في الشوط تاعك؟ وصافي واحد لقيتها مني شفنا فهمتي كلشي الاربيت متكي علينا كلشي متكي علينا قلنا احنا ما عندنا ما نخسروا ندخلوا ان شاء الله دوزيام ميطون نديروا اللي علينا جاب الله التيسير وهذاك ما جابش الله التيسير وهذا الحمد لله دخلنا بالدوزيام ميطون احنا كاملين عندهم مني ماركينا صافي قلنا راس مني ماركينا راه ناكلوه شي كنا خلاونا لاعبين تمارك هذاك البيت والله تناكلوه والله ربيط ويجي يحيد لك البيت وبزاف صافي فهمتي كنا غاديين بواحد الريتم مزيان ماركينا البيت يلا نرجعوا باش نكملوا لا ربيط هرسك صعيب لا صعيب صعيب خصوصا ان فلالي تالاني كان فيه واحد كان في البيت ديال العملود بغض النظر على ضربتي يعني ضربه خطا انه لمساتو في يده ما لمساتوش كان الشوط الثاني والكره ديال ربما الشمام مع نصير في يده يعني الطرد ديال النقاش اي هو العدل مزيان والقانون مزيان ولكن تطبق على كل شيء ماشي تطبق على فيه تطبق علينا حنا هنا بالتدقيق هنا في الرباط بالتدقيق كيشوف شي تدقيق يقول ايه والو ايمن التجارب اللي قلت لي في الافريك وهذا الشيء عمرك عشتي شي ماتش بحال هذا ديال الترجي فايت عشتي شي ماتش فيه ظلم ولا مثلا فيه شي حوايج اللي خلاوك تشك بانه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك في شي ماتش بحال هكا؟ لا حنا كنا خايفين كنا لاعبين في مازيمبي نهار دزنا كنا خايفين عاوتاني من الحكم هذيك الساعه كان ما كاين لا ماتش منقول لا والو دابا راه ولا كلشي منقول كنا خايفين من ساعه الاربيت طلع عاجل ومزيان صافي كان مزيان وردينا الماتش قلال هما اللعابه اللي في المغرب البارح كان ضيف ديالنا بدر بانو تكلمنا على جوج فراقي في الافريق صعيب تلعب في التيران ديالهم هما بزاف كاين الديربيات بزاف فاش كنهضروا على الكره المغربيه كاين مع مصر ومع تونس والجزائر بالضبط ولكن مع الترجي ومع مازيمبي بغينا ولا كرهنا ما عرفتش علاش كاين الجدل ديما انت من اللعابه هادو اللي لعبوا كونتر الترجي في تيرانهم وكونتر مازيمبي في تيرانهم واش بصح هاد الفرضيه ديال ان هاد الفراقي فعلا ديما كاين الجدل في الماتشات ديالهم واش بصح ولا غير كتقال الهضره بصح لا لا بصح غير بحكم باش ما بغاو بلا ربيط بالتيران بالجمهور بكل شيء فهمتي يربحوك يربحوك استفزازات ما كانش الاربيط لا ما كانش الاربيط الجمهور ينزل لك التيران المهم يربحوك اللعابه ديالهم كلشي باقي نتذكروا الماتش ديال مازيمبي كيف ما قلتي انه كنتو ربحتو هنا بجوج زيرو ومشيتو لتما كانوا هما ماركاو البيت الاول ماركاو في البريمير ميطا كنظن في البريمير ميطا وبقى واحد الضغط كبير على 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 عروبي وبقى واحد الضغط كبير قبل داك الماتش كان مزيان داك الماتش كان مزيان داك الماتش حنا عرفناه غير في الراديو تحياتنا للسي بوتوزاز الزميل ديالنا بوتوزاز انه كان واحد الضغط كبير بزاف على 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 المرمى ديال العروبي حتى جا الفراج من الرجل ديال الهجوم الجولي تاعهم شنو قبل من هذا الماتش شنو مثلا الاستفزازات اللي كانوا الضغوطات اللي كانوا شنو عشتوا شنو هما الحوايج اللي خلاوكم مثلا تشكوا من طرف الناس ديال الكونغو بشكل عام بعدا من المطار للاوتيل مصيبه باش توصل الجمهور كيحبسك انت راك عارف الافريك والتيران فين تريني الجمهور عاوتاني حدا الباب ديال التيران كلشي دا والرئيس ديالهم داخل الطوموبيل ديال التيران مروينه بحال غادي تقاتل شنو بديتو كتقولوا بيناتكم بعدا انا الوحيد سالينا الماتش رابحين داخل الفيستير حليت المجر ديالي فين حاط داكشي ديالي ما لقيتش التليفون الوحيد اللي مشى لي التليفون عرفتي جدر تماك روينه والله جا لي الدراري تا يلا ها يلا غادي يوليو شادينا هنا كاملين صافي خلي لهم حتى لكازا نوضتي مع الكونغوليين نوضت روينه ما خفتيش ايمن ما خفتيش اخويا تليفون مشى روينه اش نقول لك يلا واخذو لا هو بصح في الماتش هذا الدراري خافوا الدراري رجعوا لي عقلي قالوا لي سعيدي قال لي ايمن يلا اخويا راه الماتش بلا ما تجبد المشاكل يلا اخويا في حالك صافي سكت حتى جيت في حالي كنا خايفين يوليو شادينك تماك فين تولي لا صعيب بزاف وبلاد في الكونغو كاين ولا في الكونغو كاين شويه ديال هذا العام عاوتاني الدمي فينال الوداد في الدمي فينال مع الاهلي اللي الوداد سبق واجهت الاهلي بزاف ديال المرات للاسف مع التوقف اللي نتمنى ان الله تعالى يرفع الوباء سريعا كيفاش كتشوف ماتش ديال الاهلي ايمن
واش الحظوظ ديال الوداد هذا العام باش تعوض العام اللي فات قائمه من وجهه نظرك؟ واه خويا اش نقول لك، هو ماتش صعيب بزاف. انا ما عمري لعبت ضد الاهلي، ان شاء الله هذه تكون اول مره نلعب ضدهم، وانا غادي نديروا اللي في جهدنا نمشيو نلعبوا معاهم ان شاء الله. ما كرهناش نتكاليفاو نديو الفينال احنا، علاش لا؟ هو ماتش انا صعيب نلعب ماتش واحد. ماتش واحد دومي فينال وفينال، هو ماتش صعيب. وانا حيت في القوى الفرق مزيانين، الا ما وصلت للدومي فينال راه فرقه مزيانه. ايوا هادشي ان شاء الله يكون بخير ان شاء الله. قلتي انا ما لعبتيش مع الاهلي لان في الفينال ديال 2017 كنتي اعاره الخريبكه. كان ديك الفتره ديال الخريبكه كانت فتره مهمه جدا في المسيره ديال ايمن الحسوني، لان من بعدها جا الوداد كما كنقولوا جا صافي وي عض بسنانو ديك كنلعب. البنزرتي اللي قال لهم البنزرتي كان قال لهم رجعوا لي ايمن من الخريبكه 6 شهور دوزت معهم، 6 شهور لعبت فيها مزيان، كنت مزيان والحمد لله وصافي. رجعت للوداد من تماك وانا شاد الريتم مع الدراري. قبل ما نمشيو للفتره ديال البنزرتي، لانه بغيت نتكلم معك على البنزرتي، لان انا عارف انه كان كنتي من بين اللعابه اللي يعني حسب مقربين منه وحسب اللي كنا كنعرفوا ديما انه كان كيعتمد عليك بزاف، انه كيعتبرك لاعب جوكر كما كان كيقول شحال من مره. قبل الفتره ديال الخريبكه شنو ضافت لك ايمن؟ الماتشات اللي كانوا مزيانين، البوست اللي كنتي كتلعب، خصوصا انك كنتي كتلعب تسعود تما بزاف مهاجم صريح، شنو هما الحوايج اللي ضافوك في التجربه ديال اولمبيك؟ خويا نقول لك اخويا، لعاب ديال الكره واخا يكون كيتريني 6 مرات في النهار وما كيلعبش الماتشات، ما عمر يكون شاد الريتم. ماتش مورا ماتش، ماتش مورا ماتش، كتزيد الثقه والكونديسيون فيزيك ديالك، كتشد الريتم ديال الماتشات، كتولي فهمتي تقدر تلعب 90 دقيقه 120 ماتش على ماتش كتزاد. اما الا كنتي كتريني غير كتريني وكتدخل 10 دقائق 20 دقيقه ما تلقاش الريتم ديالك. صافي مشيت اعاره الخريبكه، كنت كنلعب ماتشات كاملين 90 دقيقه 90 دقيقه 90 دقيقه، شتي الريتم ديال الماتش. كان واحد فرنساوي والله ما عقلت سميتو، كان كيعتمد عليك يعني بشكل كبير. شنو كان كيقول لك؟ شنو هما الحوايج اللي مثلا ضافك تما ولا عطاك ولا قال لك ديرهم ولا شي امور بحال هكا؟ وكان هو كان عاطيني الثقه بزاف فهمتي، كيدخل كيقول لي سير دير لعبك، دير اللي بغيتي اللي بغيتي. اللي بغيتي. وانت ملي كيقول لك مدرب هكا راه كتدخل تايق في راسك، كيقول دخل دير اللي بغيتي، انا معتمد عليك، انت لا تربحني، انت هذا انت هذا، وكتدخل فعلا كتدخل كدير فيهم روينه. انت من 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 الدراري ايمن اللي فعلا عنده المساله ديال الثقه. كيف انا ما ماشي مختص، انا لعبت كره في واحد 6 شهور ولكن ما تبقى لعبت في الزناقي. انت عزيز عليك تشد كره في رجلك، من الناس اللعابه اللي يعرفوا يشدوا كره في رجليهم كيف ما قلتي لنا. حنا عرفنا دابا انك عزيز عليك ريكيلمي، كتبغي تقلد ريكيلمي. هاد الكره اللي كتشد في رجليك والطريقه اللي بعض المرات كتخرجها كما كنقولوا حنا من الصداع، هي ربما اللي خلات البنزرتي يقول بغيت ايمن يكون معايا. شنو ضاف البنزرتي لايمن؟ البنزرتي ضاف لي القباحه. وضح الضرب القباحه على حسابك الناس باغي تضرب بنادم ولا شي حاجه. لا لا وضح. لا زعما لا وضح لا لا زعما في التيران تلعب قاصح ما تخافش من الكره، شد الكره في رجليك ما تخافش، تقول فهمتي ها هي ضاعت لك، ومن بعد ضيع الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تقادها او يعتمد علينا. كان كيلعب اكثريه تسعود تا هو صافي شويه رجعني 10 عملت تماك وانا معاه غادي مزيان. تحيه ليحيى جبران اللي كيسلم علينا وكيسلم عليك بطبيعة الحال. يحيى واش كتشوف ايمن ان اللاعب الى لعب مثلا كل ماتش او كل مباراه ولا كل مثلا فتره كيلعبها في مركز، مره 9 مره 10 مره 11 مره، واش كانت هذه كتنفعه ولا كتضره؟ لا كتنفعه يتعود على بزاف لي بوست، يولي كما قلت جوكر فيما حطوه غادي يلعب. انا ما نكرهش نلعب في البوست ديالي، ولكن فيما لعبتي كتزيد تستافد شحال من حاجه، كتطور. انت لعبتي 11 كتعرف كيفاش تدخل من هنا ولا من هنا، صافي كتزيد تطور، تاخذ من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تولي مزيان. مزيان. ايمن شكون
مثلا طب الحال ان شاء الله بعد مسيره ان شاء الله نتمنى لك مع الوداد تكون اطول وتكون فيها القاب كثيره إن شاء الله. وتحقق داكشي اللي بغيتي، تكون هو الفريق اللي كتمنى تلعب ليه مستقبلا، او على الاقل الدوري اللي تبغي تمشي ليه. وانا نمشي ان شاء الله، لا سهل علينا الله، نلعب في الدوري الاسباني ان شاء الله. واحد المساله اخرى متعلقه بالاحتراف ايمن، لان الدوريات الاوروبيه كنعرفوا بانه ربما ماشي بحال الدوريات العربيه من الناحيه الماديه. واش انت تفضل الدوري العربي وتضمن مثلا مستقبلك المادي، ولا الدوري مثلا دوري اوروبي تمشي تقاتل وانت وزهرك؟ ولكن الدوري الاوروبي ما زيدش بزاف على هنايا ماديا. ولكن انا نشرح لك، الا لعبتي في الدوري الاوروبي غتولي عندك قيمه كبيره، هذيك الساعه ملي تلعب في اوروبا ديك الساعه غادي تمشي للخليج، تمشي للدوريات العربيه، غتمشي بقيمه اكثر مني الا كنتي في المغرب ومشيتي للخليج، ماشي بحال مشيتي من اوروبا ومشيتي للخليج. تمشي للخليج؟ ماشي دابا اخويا، باقي ان شاء الله. لا لا لا، انا ما كنهضرش على دابا، لا لا، انا كنهضر لك على من هنا لقدام، لانه غير واحد النهار ما يمكنش، خصو يكون ضروري الاحتراف، لانه الاحتراف ضروري مهم في مسيره اللاعب. غير هو انت ترجع للوداد، وانت دابا ولد الوداد، انت كما قلتي راه حليت عينك في الوداد ولد الوداد، يعني الاحتراف ضروري كيكون طموح اللاعب، لانه لو ما كانش الاحتراف ما يمكنش يطور حتى من مستواه مع الفرقه ديالو. ولكن واش كيف ما قلنا، واش الا جاك عرض مثلا هنا عامين ولا ثلاث سنين من الخليج ترفضوا وتفضل العرض الاوروبي، او لا من هنا لتما تقدر تبدل القناعات ديالك؟ واش غنقول لك، على حسب، شوف على حسب. احنا ما احنا ما كرهناش لورو، احنا ما كرهناش لورو، ولا ما جاك حتى شي عرض من لوروب والخليج راه تمشي للخليج، تمشي تحترف وترجع فريق الام، خصوصا المنتخب الوطني دابا، خصوصا المنتخب الوطني دابا، ان الاغلبيه ديال اللاعبين طبعا الحال كنعرفوا انهم محترفين في اوروبا. اللاعبين ديال اللي كيلعبوا في دوريات عربيه صعيب انهم او لا ما كيكونوا، ما عرفتش، المهم كيبانوا بانهم راه ناقصين على اللعابه ديال الدوريات الاوروبيه. ايمن، الا بغيتك تختار ليا الاحسن او افضل بيت ماركيتي انت مع الوداد لحد الان، البيت الاغلى ضد اسفي 0 ل 0 في بيرجيكو دقيقه 75 ماركيت البيت رباح، داك هو افضل بيت ربحنا، لانه كان مساهم في البطوله، دينا بطوله هذاك العام، دينا فيه بطوله، كانوا واحد سبعه الماتشات جاو متابعين في بيرجيكو، لعبت فيهم كاملين ربحنا كاملين سبعه الماتشات، نيت مع البنزرتي، وكان اسفي ماتش صعيب راك عارف، فرقه كبيره اسفي، كيجيو الدونور ولا كازا راه كيتعادوا معاك، والحمد لله كان دقيقه 75 كان ضربه الناعيري رجعات ضربتها ربحنا دقيقه شي دقيقه 75 كنشوفوا بان ايمن كيف ما قلنا لاعب متعدد الاختصاصات ومتعدد المراكز، طبعا الحكيم منافسه كبيره دابا داخل فريق الوداد، لان ماشي سهل تلعب في اي مركز. طبعا الحال دوينا على دوري ابطال افريقيا، ودوينا المركز ديالك، المركز انت اللي كتحبده وانك تلعب 10 صانع العاب، ياك صانع العاب. الى ندوي على المدرب من غير البنزرتي، الا بغينا ندوي على المدرب اللي عطاك دفعه في الانطلاقه ديالك الاولى ايمن، مدرب زعما اللي كيفاش حسيت مزيان هو اللي لا اللي في الوداد اللي عطاك ديك الدفعه وديك الانطلاقه وديك الثقه وديك انت غتكون مزيان، انت واحد النهار غتكون لاعب ديال الوداد، انت واحد النهار غتكون نجم، انت واحد النهار غتوصل، يعني لعب المدرب اللي خلاك تثق في امكانيات بطبيعه الحال في البدايات ديالك. كان توشاك، اول البدايات ديالي مع توشاك، كان اول ماتش ليا مع قنيطره اللي هي عندهم، قبل ما ندخل قال لي ايمن ترى اللاعب كبير وهادي ودخل ما تخلعش ان شاء الله راه غادي تمشي مزيان، وعطاني الثقه قال لي غير دخل. كانوا الدراري، كنت انا صغير فيهم، كانوا الدراري كان العمراني رباح ايفونا كوني، قال لي انت تدخل ان شاء الله دير لعبك وان شاء الله راه من اليوم في هذا الماتش غتكون معانا ديما في الجروب، قال لي دخل دير لعبك صافي. من تماك الحمد لله وانا مع فريق الوداد البيضاوي، كان هو اول مدرب لعبت معاه هو توشاك. شحال كان عندك ديك الساعه في السن ايمن؟ كانت عندي شي 20 عام، 4 سنين دابا.
شنو المميزات ديال طوشاك؟ شنو حيت بزاف اللاعبين ديال في الوداد، وكان حتى هو كيبغي يلعب. ماشي زعما انت السميه غادي نلعبك، لا عنده كلشي بحال بحال. اللي كيبان ليه في لونطريم ما كيخدم ومزيان راه كيلعب نهار الحد. هادشي اللي كان هادشي علاش اللعابه كلشي كيبغيو. المدرب اللي كان مزيان في لونطريم راه كيلعبو، ما عندوش صغير كبير لا انت سميه هذا يلا طالع يلا بادي، لا كلشي بحال بحال، كلشي بحال بحال. ايمن الا بغيتك تختار لي التشكيله، واش تقدر تختار لي التشكيله ولا نمشيو لحاجه اخرى؟ نمشيو ولا بغيتك تختار لي خط امامي تلعب معاه من غير اللعابه اللي في الوداد؟ عندك جوج حلول، يا تختار تشكيله من البطوله بطبيعه الحال، لا بغيتي نديو تشري عليا. لا لا حسب انت و... انت و... لا هو بحال كما كنقولوا ديما بحال غتلعب ماتش ديال بلاي. انا كنعرف كو قلال شويه شي مشكل انت كتلعب شويه كتلعب شويه بلاي. غتختار التشكيله غتلعب بها، ماشي ديال تكون اللي مزيان، ديال تكون اللي لايق على حسب الماتش على حسب التاكتيك. انت كمدرب كن انت المدرب كما كيقول، من سيربح المليون. ونحبس تاكناوتي ديال البطوله، يا كنقول لك ديال البطوله، ديال البطوله نحبس تاكناوتي. يا الضروه اللاعب نصير، لاكس اللاعب بانون وداري، اريير غوش اللاعب ناهيري، الوسط اللاعب جبران وكرتي، انا قدامهم زيد حداد اهو كعدي والوداد. ولا الوداد هي الوداد صحيح. الكعبي، من ذكرت الكعبي كان قضى واحد الايام معكم واخا قليله، ولكن خلى بزاف، خلى اللمسه ديالو كما كنقولوا الكعبي. شنو العلاقه الشخصيه اللي كانت كتجمعك انت بايوب، ولا شنو الحوايج اللي استفدتي معاه، خاصه انه لعب في دوري الصيني مع واحد لاعبين كبار وجا الدوري المغربي ورجع، شنو هما الحوايج اللي استفدتي معاه انت بالضبط؟ وايوب لاعب كبير راه كما كيعرف الجميع، استفدت منه بزاف ديال الحوايج، استفدت منه رزانه، رزين بزاف، السيد ثقيل، وكان كيقول لي حيت كان عارف راسو هو غادي يمشي، كيوريني كيفاش نلعب اتاكون، ها انت كيفاش في بلاصه، كيفاش هنا، كيفاش راك عارف هو اتاكون دو بوانت، انا كنت كنلعب 10، قال لي راه الا مشيت ها كيفاش زعما كيفاش ديماركا كيفاش تمشي. المهم كان كيوريني بزاف ديال الحوايج في لونطريم، هذا وتعلمنا منه هادشي، واخا ما كنطبقوش المهم شويه شدينا. لا لا كتطبق، لا كتطبق، لانه شوف باش نكونوا واضحين، ايمن كاين واحد التحسن كبير على المستوى، على المستوى الكروي، يعني كتبان الخدمه، لان اللي كيخدم كتبان الخدمه ديالو بطبيعه الحال، لان كيف ما قلنا ماشي سهل انك تكون من اللاعبين، يعني داك اللاعب اللي كيشد البالون في رجليه بزاف ويعول عليه في هذه النقطه هذه، خاصه في هذه الماتشات كيكون هو اللي عليه شويه العافيه بزاف، يعني في لعدو حدي يضيعها ولا يعلم كما كنقولوا بلغه الكره يولي كل شيء مقلوب عليه. شكون هو القدوه ديالك ايمن برا، برا المغرب، اللاعب اللي كتشوف فيه راسك برا المغرب حاليا؟ طبعا واخويا شنو نقول لك، ما عندي حتى شي قدوه اخويا والله. ما كتفرجش انت، ما كتفرجش الماتشات برا، ما كت ما كت لا كره ما كنتفرجش كاع قليل، الا شي ماتش مهم والله. ولادي فاش كتفرحش في والو، ما انت ما عندك، ما عندك ريال، ما عندك بارسا، ما والو، ما لا لا بحال ميلان لا ليفربول، لا لا والله الا بحال. واش كتشوف مثلا شنو فاش كتقضي اوقات الفراغ، شنو كت دابا انت كيكون شي فينال واقع ما تفرجش فيه وما عندك ميول حتى شي فرقه؟ لا الويدة هذه اللي عندي فهم، لا الويدة ما نهضروش على هذيك بوحدها هذيك. اذا دابا اللي بغيت نسولك شكون اللي احسن، كريستيانو ولا ميسي؟ دابا انت هو اللي غتعطينا السؤال. انا كيعجبني ميسي هكا. دابا دابا حيت انت غتكون ناتر، انت ما عندك لا مع هادو لا مع هادو، دونك كيبان لك ميسي افضل. افضل اه. كتب كتشوف مثلا بعض المرات شي لقطات شي حاجه شي هكا ديال ضروري هاد ضروري. ميسي ونيمار اللي كنتفرج فيهم في يوتيوب ناخذ شويه كما تقولوا كتروى من من هذا الجوج كنتعلم مزيان مزيان. ايمن يعني كسؤال اخير،
بطبيعة الحال الوداد كما كنقول بأنها بعد التوقف هذا كتنافس على البطولة، كتنافس على دوري الأبطال إفريقيا. شنو كيبان لك حظوظ ديال الوداد كما قلنا في اللقبين بجوج دوين على الشامبيونز ليغ في البطولة الوطنية، خاصة أنه كاين مؤشرات تقريبا أنه يقدر الموسم يكمل، يعني إذا كمل الموسم ثم الحظوظ ديال فريق الوداد. وان شاء الله راه حنا المهم حنا الاولين سالنا بطوله، حنا الاولين ان شاء الله راه كنوعدوا حنا الجماهير الوداديه باش ان شاء الله هذا العام يدوز مزيان، وراه ما كرهناش البطوله، وان شاء الله الفينال حتى هو ان شاء الله لما لا. ايوا ما كرهناش نرجعوا اخويا بالزربه، توحشنا توحشنا كوره، توحشنا الجمهور. مليتي مليتي يا مليت اخويا والله الا مليت. واخا جبتي الجمهور احسن تيفو بالنسبه لك نتايا بقاع القديم ديالك هو ديال في الديربي ديال داك الديناصور ديال شاد العافيه، هذاك هو احسن تيف بالنسبه لك. اخويا ايمن شكرا بزاف لقبول ديالك الدعوه،